النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء، هذا الدعاء إذا قلناه فإنه يخفف عنا كثيرا من الآلام النفسية والبدنية، دعاء يجلب إلينا السعادة والراحة والطمأنينة. فما هذا الدعاء؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويؤكد هذا، أن من قال هذا الدعاء العظيم يبدل الله عز وجل همه وغمه ويبدله مكانه فرحا. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ أي أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. نتأمل في معاني هذه الكلمات، كل محزون وكل مهموم وكل مكروب يتأمل في كل كلمة يقولها في هذا الدعاء. فأنت عبد من عباد الله، ابن عبد من عباد الله، ابن أمة من إماء الله، ماض فيك حكم الله، كل ما حدث من أحداث مؤلمة هي في علم الله تبارك وتعالى وفي حكمته ومشيئته، حدثت لحكمة يعلمها، فليمتلئ قلبك بالرضا والسكينة والطمأنينة. ماض في حكمه، عدل في قضاءه. هذه الابتلاءات التي تواجهها في حياتك والتي واجهتها هي من عدل الله عز وجل فيك بحكمته، عدل في قضاؤه، ماض في حكمك، عدل في قضاؤه. ثم تتوجه إلى الله عز وجل وتسأله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يا الله، كلمات عظيمة جليلة تسأل الله عز وجل بكل اسم هو له سبحانه وتعالى. ثم تطلب انشراح الصدر. لماذا؟ أن يجعل الله عز وجل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.